ثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين توجيهات سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء خلال ترأس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة لدراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بالغرفة والذي كان تحت عنوان واقع الاقتصاد والفرص المتاحة ما بعد الجائحة. تمكنت الأسر المنتجة البحرينية من أن تضع لها بصمة واضحة في السوق، حيث فتحت لها غالبية المحال التجارية في البحرين المجال ليعرضوا منتجاتهم لتدخل سوق المنافسة مع المنتجات الأخرى، حتى باتت خيارا لدى مرتدي تلك المحلات. منتجات محلية بامتياز تعدها أنامل بحرينية عملت ثابرت فنجحت في مشاريع منزلية بسيطة، بدأت بأفكار إبداعية لجذب المستهلك ودفعه لشرائها لما تتمتع به من جودة عالية للمنتج الذي تقوم بطرحه في السوق. فالأسر المنتجة البحرينية ذاع صيتها على المستوى المحلي والمستوى الخارجي، فأصبح لها زبائن يبحثون خصيصا عن تلك المنتجات. البحرين لها دور مهم في دعم الأسر المنتجة ويتطور الدعم، وحتى وصلوا بجهودهم وتعبهم إلى جائزة الشيخة سبيكة. طبعا وايد في إقبال على لهو الأيتم أو الأغراض مال الأسر المنتجة. طبعا في رمضان يجونهم كاستمر من كل مكان، يعني بيدورونهم، لأن احنا تقريبا نسبة البيع مالهم في رمضان بتكون وايد، وهذا الشيء اللي يبونه، يعني يبون يكتسبون الزبائن علشان حتى هذه الفائدة تعود حق له دعم الأسر المنتجة. جهود متواصلة ورغبة عالية في الإبداع والتميز أثارت شغف منتسبي مشروع الأسر المنتجة، فتمكن عدد منهم منذ انطلاقتهم الأولى أن يحصدوا جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للأسر المنتجة، خصوصا وأن نيل شرف الفوز بهذه الجائزة كان هاجسا لدى الأسر، وهي اليوم تحصد هذا النجاح، فيما يعمل آخرون للفوز بها من خلال العمل على تطوير منتجاتهم لتكون الأكثر طلباً في الأسواق المحلية. جائزة الشيخة سبيكة هي أعطتنا حافز نطلع، يعني صار لنا 7-8 سنوات نبغى ننتج أحسن إنتاج، ولين ما حصلنا جائزة الشيخة سبيكة وصلنا إلى سوبر ماركت وطلعنا أحسن منتج في سوبر ماركت في البحرين، هو الجيمات السلطانية نص السوا. اشتغلت واجد وتعبت واجد ودخلت في سوبر ماركت في البحرين كامل، خلنا البرادة في البداية ركن صغير لين ما توسعنا لركن أكبر، وعطونا الركن بعد الثاني إلى طحين، منتوجات البهارات الطحين. برادات يأخذون من البرادات أو من السوبر ماركت ويشوفون اللوجو اللي على اسم زوجتي أم علي، أم علي السيدة يحاجونها إذا خلص من عندهم، ما يجون البرادات ساعات يجون لنا البيت، وعدنا نالون احنا الحين انشهرنا شوي من ذي السالفة، يعني ان نحط بضاعتنا في البرادات الكبار. دقة عالية في كل ما يتم صنعه في منازل الأسر المنتجة لتكون بذلك نموذجا يحتذى به على المستويين المحلي والخارجي،
فالأسر المنتجة اليوم ذا عصيتها لدى الكثير من الناس التي تفضل الصناعات المنزلية. نجاح الأسر البحرينية المنتجة بالحصول على قسم خاص في مختلف المحال التجارية في البحرين يعكس ما وصل إليه المنتج البحريني في الجوانب الفنية والإبداعية القادرة على جذب المستهلك لتلك المنتجات، كونها منزلية الصنع بحرينية الطابع. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.